الجيش الإسرائيلي رحل عن خان يونس وعن غزة ولم يترك وراءه إلا آلة القتل. قذيفة صاروخ لم تنفجر وقدر وزنه بحوالي 2 طن من المتفجرات. الغريب أن الصاروخ مطروق في وسط الشارع والناس بتتعامل معاه وكأنه غير موجود وبيعدوا من جنبه بأمان تام. أكيد اللي اترمى عليه كل الكم ده من الصواريخ وقنابل الفسفور ومختلف أنواع المتفجرات مش هيشغل باله بصاروخ لم ينفجر بعد. فكرة ان انت اصلا تفضل رايح جاي كده وجنبك صاروخ اكيد هتجيب تعليقات، وده اللي حصل من رواد السوشيال ميديا على مختلف المنصات ومنصة اكس. قال لك بازوكا، تخيلوا كم الف صاروخ نزل علينا في الحرب، ربنا يعينكم. كمان في محمد اللي قال وبعد اكتر من 180 يوم في غزة ما زلنا على قيد الحياة ولا تزال هناك حياة امامنا.